نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر. نأذن وتنفذ. منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حفر قناة السويس الثانية للنهوض بالاقتصاد المصري، عملت أطراف داخلية وخارجية على تشويه المشروع بأكاذيب وشائعات، الهدف منها إحباط هذا المشروع العظيم والتقليل من شأنه. كلما اقترب الانتهاء من المشروع كلما ازدادت الشائعات. البداية كانت مع الشائعات التي أطلقتها الجماعة الإرهابية حول التمويل وأنها ستكون لغير المصريين وباستثمارات أجنبية، لكن الشعب المصري خذلهم، هو ما وضح من خلال جمع نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام لتنهار الأكذوبة الإخوانية. علشان يجيب من الناس الفلوس اللي هي محوشاها بالعافية، هتشترك يعني هتشترك، وهتواجه الشعب ده ازاي؟ والشعب ده قابل ده ازاي؟ فلوسكم بح. الجماعة لجأت بعد ذلك إلى الترويج لعدم صرف الحكومة لفوائد شهادات استثمار قناة السويس للمواطنين لضرب سمعة المؤسسات المالية والمصرفية بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، لكن أيضا تم هدم هذه الأكذوبة من خلال قيام البنوك في المواعيد المحددة بصرف الفوائد المستحقة على قيمة الشهادات. دقت ساعة العمل وبدأ المشروع وبدأت ملامحه تظهر للعالم أجمع. هنا أخذ الإخوان يبحثون عن أكاذيب أخرى يروجونها في محاولة منهم لقتل فرحة المصريين بمنجزهم العظيم، فقالوا عن القناة إنها ترعة، وبعضهم قال إنها تفريعة صغيرة. النهاردة يا جماعة هنثبت لكم جزء بسيط من الغش والخداع اللي حصل في تفريعة قناة السويس. عندي لوحة، هات اللوحة يا ابن الحلال، نزل لي اللوحة والخريطة. قناة السويس وقصادها قناة السويس تفريعة. فاكر ان انا زعلان؟ نفس اهو، دي اسمها قناة السويس ودي اسمها التفريعة. مشروع بروباغندا إعلامية وليس سوى فنكوش جديد يضاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة. على الصعيد الاقتصادي لم يسلم مشروع قناة السويس من التشكيك، ففي تصريحات لأحد قيادات حزب الوسط الحليف الرئيس لجماعة الإخوان وصف المشروع بأنه يدمر الاقتصاد المصري، هو ما ردت عليه تقارير اقتصادية بأن المشروع يدر على مصر حوالي 12 مليار دولار سنويا بدلا من 5 مليارات قبل حفر القناة الجديدة. طوال العمل في مشروع القناة كانت الجماعة الإرهابية بالمرصاد للمصريين في الانطلاق نحو حلم شق قناة السويس الجديدة بكل ما تحمله من مستقبل اقتصادي واعد لمصر والمصريين، لكنها فشلت عمليا وسياسيا وأثبتت إخفاقا ذريعا في هدم الروح المعنوية لهذا الشعب العظيم. ها هي ساعات تفصلنا عن افتتاح مشروع القناة الجديدة، التف الشعب حولها من البداية ودعمها، وقد جاء الوقت ليجني ثمرة هذا الجهد والكفاح والمثابرة.